السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا بعد ما قدمت مجموعة من الفروض بالنسبة للمستوى الخامس والسادس، مجموعة من المواد الرياضيات، اللغة الفرنسية، وكذلك النشاط العلمي بمجموعة من النماذج، اليوم غادي نرجع باش ندير الدروس مادة النشاط العلمي وفي كاع المواد الأخرى حسب طلب ديالكم إن شاء الله. كنرحب بالمتتبعين الجدد اللي عاد التحقوا بالقناة ديالي، كنتمنى انكم تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، محتوى تعليمي 100% كنقدمه من القلب الى القلب ان شاء الله باذن الله. لله يحشمنا معكم وربي يجازينا كاملين. هاد لا فيديو غادي ندير معكم الحصة الخامسة، توالد النباتات الزهرية من الوحدة الرابعة دائما تكاثر النباتات. اليوم غادي نتعرفوا كيفاش كيتم التوالد ديال النباتات الزهرية. إذا الهدف من هذا الدرس هو تعرف أجزاء الزهرة واستنتاج دورها في التكاثر الجنسي للنباتات. إذا غنتعرفوا على المكونات والأجزاء ديال الزهرة والدور ديال كل جزء في التكاثر الجنسي للنباتات. décrire les pièces florales et déduire leur rôle dans la reproduction sexuée des plantes à fleurs. إذا كما عودتكم دائما كنبداو بصورة الانطلاق وكذلك بهذه الوضعية المرفقة. إذا صورة الانطلاق كتوضح لنا واحد زهرة نباتي الختمي. إذا هذه الزهرة هذه معروفة، كنظن حتى شي حد فيكم ما كتخفى عليه. إذا الزهرة معروفة، زهرة نبات الختمي، لاحظوا كيف هي مكوناتها، لونها أحمر، ورقات خضراء إلى غير ذلك. إذن الوضعية هي كالتالي: قطف معاد زهرة لإشباع فضوله حول مكوناتها، فانتبه إلى تنوعها واختلافها وبدأ يتساءل عن أدوارها. إذن هاد معاد، إذن بما أنه كيكتشف وباقي صغير، جاب داك الوردة وبقى كيشوف داك الوردة للفضول، وبقى كيشوف شنو المكونات ديالها. داكوغ، لو الأحمر داك هذا اللي طالع في الوسط، شنو هاد الشيء هذا، داكور، وبقى كيشوف وبدأ يتساءل عن دور كل حاجه في داك الزهره. شنو الدور ديال هادي، شنو الدور ديال هادي، شنو الدور ديال هادي. داكور، في نظركم شنو هو السؤال ديال التقصي اللي غادي يجي مع هاد الوضعيه وكذلك مع الصوره ديال الانطلاق؟ شنو غادي نتعرفوا في هذا الدرس؟ قلنا غادي نتعرفوا اجزاء الزهره والدور ديال كل جزء في التكاثر الجنسي للنباتات. سي بيان. اذا سؤال التقصي كما تعودنا اننا ولينا كنكتبوه. اذا سؤال التقصي هو كالتالي: ما هي أجزاء، كتبوا معايا، ما هي أجزاء الزهرة؟ شنو هما أجزاء الزهرة؟ وما دور كل جزء في التكاثر الجنسي. التكاثر الجنسي، شنو الدور ديال كل جزء في التكاثر الجنسي؟ طبيعة الحال للنباتات، مفهوم؟ طبيعة الحال للنباتات. مزيان. بالنسبة للفرضيات التي يمكن اقتراحها، وأنني أفترض أن دائما كنقول لكم بأن الافتراضات يمكن افتراض أي حاجة لأنها فقط أجوبة مقترحة لسؤال تقصي، قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة. لن أفترض أن الزهرة تتكون من أجزاء أهمها الأسدية والمدقة وأوراق تويجية. أوراق تويجية مثلا، هذا افتراض. داكوغ، نفترض أن المدقة، دابا نتكلم على الأدوار، المدقة تنتج البويضات. كنفترض بأن المدقة هي اللي كتنتج البويضات، مفهوم؟ نعم. والأسدية تنتج حبوب اللقاح. والتلاقي ديال هاد الجوج هادو كيحدث لنا التوالد. داكوغ، اللقاح، ويتم اتحادهما، وباتحادهما يعني تنمو التمرة. صافي، نتمنى انه الكتابه تكون واضحه. الا كان شي سؤال طبيعه الحال دوزوه لي في لي كومونتير، انا كنجاوب كل شيء، كاع الاسئله اللي كتوصلني في لي كومونتير كنجاوب عليها ان شاء الله باذن الله، لا يخيبنا. اذا السؤال التقصي هو هذا، الفرضيات هما هذو اللي اقترحنا. دابا غادي نتحققوا من الصحه ديال الفرضيات بالانجاز ديال الانشطه المبينه في اتحقق. صافي،
اتحقق بها كان نجاوب او كنتحقق من الفرضيه ديالي واش صحيحين ولا خطا اتحقق جو فيريفي كاستون الاول اقوم بتشريح زهره ثم اتمم رسم الوثيقه رقم واحد بنقل اسم كل عضو مدقه سودات مبيض ورقه تويجيه ورقه كاسيه وعاء ومئبر اذا غنجيب واحد الزهره وغادي نفتتها صافي كما داروا هنا جابوا زهره وفتتوه اوراق هذوما اللي بالغوز بوحدهم هذه بالخضر بوحد هذوما بوحدهم داكور وبداو كيشوفوا شنو السميه ديال هذه شنو السميه ديال هذه شنو السميه ديال هذه شنو السميه ديال هذه اذا هنايا صوروا ورسم زهره مشرحه اذا هذه الزهره مشرحه هكا ولكن الرسم ديالها تخطيطي هو على الشكل التالي داكور كيبين المكونات ديالها كاملين داكور بدون استثناء سابيا دابا غنبداو من واحد الى سبعه وغادي نسميو كل عضو او كل جزء للزهره وغادي نبينو الدور ديالو من خلال النشاط الموالي صافي اذا رقم واحد كيبين لي هذا ماذا نقصد بهذا الجزء اذا واحد هي مدقته داكوغ مدقته مدقه هي المدقه رقم واحد ها نكملو ثانيا ها هما كاتبين لي سودات هذه سودات ها سودات هو المفرد ديال الاسديه صافي اذا سودات هنايا ثلاثة المبيض هذا هو المبيض مبيض ربعة هو ورقة تويجية ها هي رقم أربعة ورقة تويجية هي اللي كتحمل داك الزهرة أه. ورقة تويجية ثم عندي خمسة اللي هي ورقة كأسية ورقة كأسية فيها عبارة عن كأس هكا عبارة عن كأس هي ورقة كأسية سابية ستة اللي هو الوعاء وعاء بحال بحال الإناء داكوغ اه وعاء هو اللي كيهز لي داك الزهرة بصفة عامة سابية سبعة وأخيرا اللي هو المئبر داكوغ المئبر هو هذا هذا هو المئبر إذا رقم واحد مدقة هي هذه رقم اثنان سودات يعني هو مفرد أسدية كيكون عندنا بزاف ديال الأسدية عندي ثلاثة مبيض هنايا المبيض أربعة عندي ورقة تويجية هما هادوما الخضر خمسة عندي ورقة كأسية عبارة عن كأس ستة وعاء وأخيرا مئبر صافي رقم سبعة مازيان هنا مر شوفوا هاد الملاحظة اللي كاين هنايا تلاحظ بالمكبر عناصر دقيقة بالمبيض تسمى بويضات وغبار أصفر على المئبر يسمى حبوب اللقاح دابا هما جابوا هاد الزهرة هادي واستعملوا واحد المكبر داكوغ اللي كيبين لي الأجزاء الصغيرة جدا مكبر شنو بينا بأنه كاين واحد العناصر دقيقة يعني صغيرة جدا كاينة في المبيض صافي وكتسمى بويضات بويضات او بويضات صافي وكيتواجد كذلك واحد الغبار اصفر يعني واحد الغبار لونه اصفر فين كيتواجد على مستوى المئبر واللي كيتسمى حبوب اللقاح مزيان اذا على مستوى المبيض كاين بويضات وعلى مستوى المئبر كاين غبار اصفر يسمى حبوب اللقاح دوزوا للنشاط رقم 2 ولاحظوا الوثيقه رقم 2 لاتعرف مصير اجزاء زهره الكرز واعبر شفهيا اذا هنا سنتعرف عن مصير هذه الزهره ديال الكرز يعني الزهره ديال حب الملوك لكي تصبح ثمره ناكلها صافي لاحظوا في الصوره عندي المرحله الاولى هي هذه المرحله الثانيه المرحله الثالثه المرحله الاخيره لكي نحصل على بذره نعم اذا هنا ذبول الكأس والتويج إذا شنو كيدبل أول حاجة كتدبل يعني كطيح هي هاد الورقة الكأسية أها والتويج يعني ورقة تويجية هادي وهاد الورقة كأسية صافي اللي بالغوص هادوما كيطيحو من الأول ها صافي ذبول الأسدية ثم تذبول الأسدية هاد الأسدية هادي كتدبل وكطيح ذبول الجزء العلوي من المدقة يعني هاد المدقة هادي اها كيدبل كدبل الجزء العلوي كيدبل داكوغ هكاك تحول المبيض الى ثمره بداخلها بذره اذا هذا هو المبيض حنا تكلمنا عليه الفوق قلنا هذا هو المبيض شنو كيتحول الى ثمره بداخلها بذره كيتحول الى واحد التمره في الداخل ديالها كاين واحد البذر صافي اذا هذا هو المصير ديال اجزاء زهره الكرز اللي هو حب الملوك اذا هنايا هاد الاسديه اش كيلعبوا الدور شنو كينقلوا لي كينقلوا لي حبوب اللقاح الى المدقه هاد الاسديه شنو كيكون فيهم كيكون فيهم حبوب اللقاح صافي واحد الغبار اصفر كينقلوه الى المدقه يعني الى المبيض تما فين عندي المبيض كيدخل الى المبيض وكيتلاقى بالبويضات وكيحدث التوالد
وكتولي لي عبارة عن ثمرة بداخلها بذرة، مفهوم؟ والدور ديال نقل حبوب اللقاح إلى المبيض كتلعبوا النحلة بطبيعة الحال، هي اللي كتساهم في توالد الزهور، مفهوم؟ جيد. ثم غادي ندوزو الكيسيون 3. En exploitant ce que j'ai appris précédemment, je déduis le devenir des pièces florales. C'est bien. إذن باستغلال ما فهمناه سابقا يعني في هذا الدرس خصنا نستنتجو مصير ديال لي بيس فلورال يعني أجزاء الزهرة أجزاء الزهرة في كيمشيو لي بيس فلورال دونك غنكتبو لي بيس انتبهوا معايا لي بيس فلورال شنو كيوقع لهم les pièces florales qui doublent, d'accord? Fan qui double, yani tête de boule, et l'ovaire, les huwa al-mabid, se transforme en fruit, qui تحولنا الى بذره, ou là الى الى فاكهه طبعا, qui renferme des grains. اللي فيها البذور صافي سي بيان دابا غندوزو الملخص استخلص تتكون الزهره من مدقه واسديه واوراق كاسيه وتويجيه من الزهور كيتكون من مدقه اسديه واوراق كاسيه وتويجيه يحتوي المبيض على البويضات ويحرر المئبر حبات اللقاح عند النضج على مستوى المئبر كيتم تحرير حبوب اللقاح عند النضج تذبل باقي الاجزاء في حين يتحول المبيض الى ثمره بها بذور اذا الاجزاء ديال الزهره تذبل حنا قلنا هنايا الفان وبالنسبه للمبيض كيتحولنا الى ثمره بها بذور صافي دونك لا فلور اي كونستيتيو دان بيستيل اللي هو المدقه ديتامين اسديه دو سيبال اوراق كاسيه اي دو بيتال أوراق تويجية لوفير اللي هو المبيض كونتيان دي زوفول كيحتوي على بويضات اي لونتير مئبر مور ليبير دي غران دو بولين كيطرح حبوب اللقاح عند النضج لي زوتر بيس فان اي لوفير سو ترانسفورم اون فروي كي رونفيرم دي غران سي بيان دابا غندوزو لأطبق اللي كتواجد بعد الملخص تابعوا معايا إذن أطبق أملأ الفراغات بما يلي ثمرة المدقة والسدات يتحول مبيض الزهرة إلى ماذا بعد الأبر إذن بعد عملية الأبر شنو فين كيتحول المبيض كيتحول إلى ثمرة طبيعة الحال يتحول إلى ثمرة داكوغ إحنا عاد شفنا هنا يتحول المبيض إلى ثمرة بها بذور الأعضاء الجنسية الأساسية للزهرة هي المدقة هذوما الأعضاء الأساسية المدقة والسدات والسودات صافي المذاق والسودات هما الاعضاء الجنسيه الاساسيه للزهره داكوغ دابا غندوزو الكيسيون 2 جيكري وي او نو يعني غنكتب نعم ام لا لو بيستيل اللي هي المذاقه والليتامين اللي هما الاسديه نوجو اوكان رول دون لا ريبرودكسيون دي بلانت حنا عاد قلنا هذا هاد الليتامين او البيستيل يعني المذاقه والسودات هما اعضاء الجنسيه الاساسيه للزهره هنا كيقول لك العكس بانهم ما كيلعبوا حتى دور إذن نو صافي لا إذن هذه الجملة هذه خاطئة لو كونتخيغ العكس صحيح صافي بأن لو بيستيل إي ليتامين جو أن رول كي تخي زامبورتون دون لا روبرودكسيون دي بلانت صافي وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالصفحة 52 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته